عليكم السلام ورحمه الله. شنو اسمك؟ نعيمه محمود صالح. نعيمه شنو هذا البيت اللي قاعده بيه؟ والله ما ليلي ولاختي من الاهل، 35 باسمي و 35 باسمها، ماتت هي وخلتني. متزوجه اختك؟ لا والله ما متزوجه، اثنيناتها بنات ما متزوجين، مو بترة رجلها هم ماتي انا. أتذكرها. اي والله مو كانت هنا وانت السيد جيتي علينا بالبيت. اي. وشفتوها هم ماتين تقاريرها وانت وابو زهراء. تمام. كنا تساعدونا بالمال والدواء غالي مالتها. بس شرايح مال السكر ب 30 رحت للحارثية ورجعت الله وكيلك. زين. اي والله. نعيمة من شنو تعاني انت؟ والله انا امراض مزمنة عندي. اي. اي والله سكر ضغط يهبط عندي نوبات همات يعني يصعد ويهبط. يعني الخير يسمعوني دايت شنو تحبين تقولين؟ والله لا ما تصير زحمه عليهم اريدهم يساعدوني بالعلاج مالتي. والله ما تصير زحمه عليهم. علاج شقد يكلفك شهريا؟ والله مال السكر اخذ. اي. والله كل شريط ب2.5 ما انتظرها مال السكر. ثلاث مرات اشرب منها. عندي خفقان وعندي دهون وعندي شو اسمه. مشتني هم هاي المرضى كورونا وعجز هاي صلاي الجراحه بالكليات اثنيناتهم والتهاب قوي حاد بالمجاري همات يعني. ما عندك راتب؟ عندي رعايه 99. 99 شهريا تشتري؟ شهريا هسه انا بالخط المولد شلون اظل ظلماوي يا روحي. شقد تبيله بالخط المولد؟ والله 60 والبارحه عطلت الجوزه وخنف والله قطع حتى الواير والله العظيم هماتين 22 وهذه الخايل الا تجيبين الجوزه. الله كريم ان شاء الله نساعدك باللي نقدر عليه ما نقصر وياك.